أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب جريدة أشواق. اليوم الثاني في مهرجان جوهرة غيكون معنا الفنان القدير سعيد صناجي وفرقة الراب أش كاين، فتابعونا. وان شاء الله واه جوهره. حنا اليوم كاينين في جوهره فرحانين بزاف، جابوا لنا اش كاين ومنهاس نهاجي، فرحانين بزاف بزاف هذا الشيء جوهره اللي مقدمه لنا اليوم. Shut up,
انا جد فخور نكون في مهرجان جوهرة بمدينة الجديدة اللي مدينة عزيزة عليا ومواليها وناس عزاز عليا، وعندي ذكريات ديال الطفولة ديالي هنا مع اجواق محليين ديال مدينة الجديدة، منهم نجم الخيالة عبد جليل، منهم نجوم دكالة هما اللي كنت معاهم. يعني انا فرحان بزاف بوجودي اليوم في الجديد. الحمد لله كلشي مزيان. بالنسبه للفنانين اللي جاوا كيف جاوا؟ مزيانين في المتناول الجميع لهاد الفنانين، وجابوا لهم صناجي مايضه. هذا زعما راه اكسترا اوردينير، الاخص مع هادشي ديال الشعبي راه ما نعاودش لكم تبارك الله. واخا غدا تسنج الف وغدا تسنج غدا تفيبري فهمتي؟ اش كاين تما تبارك الله عليهم شي حاجه اللي دازت زوينه.